السلام عليكم الخوت، انا درت هذا الفيديو والمغزى منه هو ان نجي نوضح بزاف ديال الحوايج كنشوفهم بنت مغالط فيهم بزاف على حسب الراي ديالي، وكنتمنى اي واحد احترم هذا الراي اللي جيت نوصل لكم عندكم نيشان. انا راح الرادة فري مالفان ديال سبو من اليامات تسعود ريكورد، واللي حرات فري راه غيفهم هاد الهضره اللي تنقول. سبو الا كنت تمزكولي نيت راه غتفهموا واحد الحاجه، لان انه كلاش الكرايزي ماشي غير في تراك واحد، تراكات هما وبزاف ديال المرات قبل كاع ما يدخل كاع كريزي الحبس وسبوك يكلاشي فيه. انتوما اللي كتكونو كتمزكو غتفهموني. نهار ناد الكريزي كلاشا نيشان درتولي انا الطاولي كاملين غطيتو متيسواش، وهاكا انتوما كتمزكو الراب ياك كتمزكولي وعارفين واش كيسوا. إلا كنتو قارين الموفمون ديال الراب، قارين الدروس وعارفين الراب شنو هو فري ماشي غير تتمزقولي، غتعرفو شنو هو الكلاش. مش عارف شنو هو الكلاش ولا ما عرفتوش، شوفو غير في ميريكان دابا رابور تيكلاشي رابور راه متيعقلش عليه، تيسفر لي تيشيري فيه تيمشي تشعل العافية في دارو. المهم بزاف ديال الحوايج. جيت تانية سبو اعتزل، عرفتو علاش اعتزل ولا ما عرفتوش؟ الحاجة قليلة فاش اي واحد غيعرفها. اعتزل سبو حيتاش والدي خيروه بين جوج ديال الطرقان، يتبع الراب والموسيقى يدخل سوق راسو ويعتزل، يدخل سوق راسو خدم خدمتو ويشوف لي شي ما يتزوج بيها ويستر راسو كسد على الراس ما عندهم ما يديرو بيه. هادشي اللي كاين اي واحد واي اسره كتخاف على ولادها. المهم نهار تعز بو هانية طلع لينا الفردة اللي كتعرفو كاملين اللي هو سبو طلعنا بسمية الفردة و راكات اللي هو الاول السنارة بعدو السكاتة بعدو اوكيبي واوجي او تاني باناشي، يعني ماشي مشكل ضربتي كيقول طلعتي غنيتي ثلاثة ديال التراكات فيديو كليبات، يعني ماشي مشكل. كضحك علينا زعما حنا حمير زعما ما غنعرفوكش من الصوت ديالك، تادي قلنا ماشي مشكل زيد عاوتاني. ولكن باش تعتزل نتا السبعاتون قبل ما يعتزل السبعاتون اعتزل الاندرمان هانيا لا علاقة تا هو كاع، نقولوا لا علاقة عليه كاع بالرعب هاتي حط وساف كل حاس لك ابل الراديو والتيفي والام تي في وراكم عارفين. ولكن اعتزلت انت السبعاتون قلتي بغيتي الدرع قلاك بغيتي لبليا لازم قاله والو بيجي مع راسك وبيجي بجي الصلاة والجنة وراك تمايا. من حقك هذاك دابا منين جيت كنقلب هذاك الفيديو اللي لحتي نتايا واللي لح اي واحد كيلحش العيب عليك النار اعتزلتي اللي هو البارح راه مشاكل صافي كتشي تقرا الكومونتيرات كتخلع واع كاين اللي كيسب كاين اللي ما عرفتش. وانا اللي بغيت نفسر لكم بنادم راه حياته هذيك هو ما بقاش بغى الموسيقى وشتوما هو كيرابي وانتوما تابعينو في الكلاخ، هو راه كيرابي ليكم باش تعاو وانتوما زايدين بالكلاخ عاد ما كتزيد تكمي ودير. اللي بغيت نوصل ليكم هذيك حرية شخصية الدري صافي عاق وفاق راه 30 عام اللي عندو دابا ولا قرب كاع يكملها بغا يجمع راسو السيد. نتوما قاسين كتسبو فيه وكترب بو هكا حشومة في حالك.
الريح تعزل صافي سالت الحفلة، لا عندك شي ديسك ديالو تمزك ليه، ما عندكش سبع في كارك. هادشي اللي كاين، وريسبكت للسباشون والسبو ولأي واحد. وانتو واحد الحاجة اخرى عاوتاني قلتو، الكرة داك اللعيبة اللي لاح الكرة يزي في الباج ديالو على السباشون، قلتو بغيتو لبان بيتو الخفافيش شي يولو قالك الكريزي اللي حل اللعيبة باش الخفافيش يولو يتصنطولي. وتشارى الكريزي مشهور، شتي كريزي راجع شحال هادي باش تدفع مكاملة 3 سنين هادي باش هو تيربي، ولا ما كاملاش باش تشارى هو راجع. طلع الصبع مع اي رابور دين امو، قاع طلع مع الصبع وطلع طلعت شهر كاع، يا في تونس يا في الجزائر، ما عرفتهاش. تجي تسول شي جزائري ولا تسول شي واحد في المغرب العربي تقول لي شي رابر في المغرب، راه يقول لك كرايزي. جبدوا لك هو الاول كرايزي، راه عنده لي فان ديالو بلا ما يلحس الكعب شي واحد. انا مشيت ندافع على الكرايزي، ولا كنتش نشوف، انا كنشوف بعيني شنو تيوقع. وبزاف ما غاديش شي بزاف منكم ما غتسبوني على الهضره، ولا ما غاديش تعجبكم، ولا ما عرفتيهاش كاع، ولكن ندري الحقيقه بالفرنسي لا فيرتي، بالعربي الصراحه داش مهداب كريزي عنده الفان ديالو. الا جيت تقلب على الباج ديالو شحال شحال فيها ديال لي جيم واللعيبه اللي شيلو، شحال كتطلع نسبه المشاهدات تلقاها اكتر من اي واحد كاع. رالي جيم اللي في الباج ديالو اكتر من السبات واكتر من اي واحد. وفيق وعيق شويه، ديما مش تدوي على الحاجه تتكون عارفها، ما تبقاش تحكم على بنادم من جوج طلعكات ديالو تمزكتي ليه ولا هكا. راج اصلا الموسيقى كما قال السبات راه حرام، راه غادي نلزباني الجنة كون غادي نفكر واحد الشيطان سايق بينا. ودوا في قراركم، بغيتي تمزك لشي حاجة تمزك ليها، مبقاش فارق علينا كرنا ولي لا.